أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين صيغت وطرحت تعريفات متعددة لعلم الكلام، ولسنا نجد أن من المناسب الإتيان بها جميعًا، فإن ذلك يطيل الكلام بلا طائل، إلا أننا ننتخب من هذه التعريفات تعريفًا صاغه العلامة الحلي عليه رضوان الله في كتابه الذي ألفه خصيصا في علم الكلام وهو كتاب نهاية المرام في علم الكلام. في هذا الكتاب في المجلد الأول الصفحة الثالثة عشرة يقول علم الكلام هو المتكفل بمعرفه المجازي وكيفيه اثاره وافعاله وتكاليفه على الاجمال <applause> علم الكلام هو المتكفل بمعرفه المجازي وكيفيه اثاره وافعاله وتكاليفه على الاجمال وذلك هو سبب السعاده الابديه والخلاص عن الشقاء الابدي. او الخلاص من الشقاء الابدي. ولا غاية أهم من هذه الغاية. او لا غاية أهم من هذه الغاية. حتى نشرح التعريف شيئاً ما يقول علم الكلام هو المتكفل بمعرفه المجازي يقصد بالمجازي هنا الله تبارك وتعالى <applause> لماذا اختار هذا الاسم او هذا الوصف لله تبارك وتعالى كانه اشعار بان علم الكلام منصب على دفع الضرر المحتمل. سيأتينا إن شاء الله تعالى في أوائل مباحث هذا العلم الشريف. في مبحث وجوب النظر، سيأتينا أن هذا الوجوب عقلاً ناشئ من دفع الضرر المحتمل وأن نخشى أن يجازينا الصانع أي الله تبارك وتعالى بأن لم ننظر أي لم نفتش ونفحص عن الوجود الإلهي وعما يتعلق بنا من تكاليف. من جهة أخرى كما أن الله عز وجل يجزي بالسيئة السيئة فإنه يجزي بالحسنة الحسنة. فكأن العلامة الحلي إذ اختار في تعريفه هنا أن يذكر اسم المجازي لله تبارك وتعالى كأنه أيضا يومئ إلى أن من موجبات هذا العلم والبحث فيه نيل المكافأة إنجاز التعبير نيل هذا الذي نريده في اخرتنا في منتهانا وهو الثواب الجنه ولذا تجد ان العلامه حين يتم تعريفه يصل الى ذكر هذا الامر يقول وذلك هو سبب السعاده الابديه إذا كان دافعنا في بحث هذا العلم والاستغراق فيه الوصول، الهدف هو الوصول للسعادة الأبدية، والخلاص من الشقاء الأبدي. هذه جنبة ثانية وهي دفع الضرر المحتمل. علم الكلام. هو المتكفل بمعرفة المجازي أي الله تبارك وتعالى وكيفية آثاره آثار الله عز وجل وكيفيتها وأفعاله أفعال الله عز وجل وتكاليفه أي ما الذي كلفنا به كل هذا على الاجمال لماذا قال على الاجمال لانه ان لم يقل على الاجمال ان لم يضف هذا القيد دخل هذا العلم في علم الاصول وفي علم الفقه فان تكاليف الله عز وجل التي كلفنا بها كثيره متعدده يستقل بها ويتكفل ببيانها واستنباطها علم الفقه هنا على الإجمال نبحث في ذلك. وذلك هو سبب السعادة الأبدية والخلاص من الشقاء الأبدي ولا غاية أهم من هذه الغاية ولذا اشتهر في ألسنتهم أي في ألسنة المتكلمين أن علم الكلام أشرف العلوم. واهمها على الاطلاق لقائل ان يقول مثلا <applause> كيف ذا وكيف يمكن ان نقول علم الكلام اشرف العلوم ماذا عن علم التفسير مثلا اهنالك اشرف من كتاب الله كلا وبالتالي فالعلم الذي يبحث في كتاب الله وهو علم التفسير هذا العلم يكون الاشرف فان شرف العلم مرهون بشرف المعلوم <applause> اي موضوع العلم ويكتسب العلم شرفه من شرف موضوعه فعندنا علم التفسير <applause> عندنا علم الحديث عندنا علوم اخرى كثيره لماذا يغلبها في الشرف علم الكلام الجواب لان كل تلك العلوم متوقفه اولا على علم الكلام لماذا علم الكلام انت تدرك به ان هنالك اله ام ليس هنالك اله اذا اخذنا بعلم التفسير مثلا او العلوم القرانيه ولم نجب على السؤال الاول هل هنالك اله ام لا ثم اذا كان هنالك اله هل بعث رسلا ام لا هل القى وحيا ام لا وما ادرانا ان هذا القران هو وحيه بالخصوص دون سائر الكتب المتداوله بين البشر الان على انها وحي لله عز وجل كاننا قفزنا هنا على ما يجب اثباته اولا وهو وجود الله ثم انه بعث رسلا القى وحيا وان هذا الوحي الذي بين ايدينا وهو القران الحكيم هو وحيه فعلا ومن ثم نبحث في هذا الواحي ونبعث ونبحث في من أرسلهم وفي من نصبهم حججا ومن ثم في تعاليمهم ومن ثم في التكاليف التي كلفنا بها عن طريقهم أي علم يجيب على هذه التساؤلات هل للكون إله هل هنالك خالق صانع وهذا الصانع ما صفاته هل هو صانع حكيم ام صانع عشوائي مثلا وهذا الصانع الحكيم ارسل رسلا ام لا الان هنالك موجه من موجات الالحاد لكنها ليست موجه الحاديه صرفه يقول اصحابها للكون خالق لكنه لم يرسل احدا وهم من يطلقون على انفسهم لا دينيون اللادينيين هؤلاء يفترقون عن الملحدين بالمعنى المحض الملحد يقول لا اله اللاديني يقول هنالك اله لكن لا دين لانه لم يرسل احدا ما كلفنا بتكاليف هذا الاله هنالك اله ما لا نعرفه استدللنا على وجوده مثلا من انتظام هذا الكون، هنالك ايات في الكون تكشف لنا عن وجود اله، يعني على الاقل صانع حكيم مقتدر صنع هذا الكون. لكن لسنا نقنع بهذه الاديان المتداوله، هذه الاديان المتداوله ليس شيء منها من الله، من هذا الخالق. فكيف نحن نميز؟ نعم. تقريبا إيه اصطلاحات مترادفه يستخدمونها فيما بينهم. وهذا غير اللا ادري وغير يعني مذاهب كثيره الان فلسفيه ظهرت نشات في المرحله المعاصره هذه التي نعيشها كلها لو لاحظتم انما تحاول ان تقوم نفسها بان لانه الالحاد الصرف ايضا سقط مع الاكتشافات العلميه الان الالحاد الصرف بذاته صار بضاعه كاسده ان يقال العالم عشوائي والعالم لم يصنعه احد اي اتفاقي احسنتم هكذا ليش طبعا هذا الان بدا يصبح بضاعه كاسده بعدما راجت كثيرا في العقود السابقه ما هو السبب الاكتشافات الان كلما اكتشفوا اكثر في علم الفيزياء في علوم الفلك في علم الكون في علم الطب في علم الاحياء في الجيولوجيا في علوم كثيره لاحظوا وجود النظم والدقه هنالك نظم عجيب كانه بالشعر مرسوم رسم يعني الكون هذا مرسوم رسم بدقه شديده ولا يمكن تفسير ذلك كله بقوانين الاحتمال والصدفه ابت قوانين الاحتمال الرياضي ابت ان تفسر هذا النظم العجيب فكمحاوله للفرار من هذا المازق من هذه البضاعه الكاسده اخترعوا بضاعه اخرى اثبات الاله دون اثبات الدين فركزوا هجومهم على ان الاديان اديان مخترعه ارضيا بشريا الفطره قاضيه هم للعلم الان بداوا يسلمون بالفطره وان هنالك نداء فطره ما هذا ان شاء الله مفصلا ناتي عليه كله مفصل فيما بعد نداء فطرة ما يقول لك انه هذا كون وهنالك مبدا وهنالك معاد او هنالك منتهى وان هنالك غاية لهذه الخلقة ليست اعتباطية فيقولون هذا الشعور الفطري الموجود في الانسان ان هنالك ان, أن هنالك خالقا وهنالك صانعا هو الذي جعل البعض يسرح في خياله فيتوهم انه نبي او رسول فكل اصطنع دينا بناء على هذه الاستجابه الشعوريه للنداء الداخلي وهو نداء الفطره المقرون بالمشاهد والمحسوس من نظم هذا الكون والا فان هذا المكون الموجد لم يكلفنا بشيء وانما خلقنا هكذا. فكيف نستطيع نحن ان نميز ان هذه المقوله صحيحه ام المقوله الدينيه؟ ان هنالك دينا مع قطع النظر عن تحديد هذا الدين، اي دين هو؟ وهذه المقوله الان تعتبر عندهم مقوله كلاسيكيه ان هنالك صانعا وهنالك دين يوجبه هذا الصانع. وان من لا يلتزم بهذا الدين فسيشقى شقاء ابديا ولن يسعد، يعني هنالك اذا ثواب وعقاب، هنالك جنه وهنالك نار. هذه تعتبر الان في محافلهم الاكاديميه والمجامع العلميه عندهم تعتبر المقوله الكلاسيكيه. هذه المقوله الكلاسيكيه هل هي صائبه؟ ام هي التي عفى عليها الزمن او صارت من المقولات الغابره كل هذه الامور بتحدياتها الفكريه والعقديه والايديولوجيه يتكفل بها اي علم علم الكلام واذا برعنا في علم الكلام ونقحناه لماذا اقول نقحناه لان علم الكلام القديم كان يجيب على تساؤلات وتحديات قديمه موجوده في تلك الازمنه ونحن مع الاسف في الازمان هذه المتاخره بسبب الانحدار العلمي والمعرفي حتى في اوساطنا مع الاسف الشديد يعني اوساط طلبه العلم وبعض الحوزات صرنا نستصحب كثيرا من علم الكلام القديم فالتحديات المستجدة التساؤلات والإشكالات المستجدة التي طرحت والتي هي في جلها الآن قائمة على أمرين اثنين، الأمر الأول التوسع الهائل في العلوم التجريبية والاكتشافات الطبيعية والامر الثاني نمو الذهنيه الانسانيه العامه، الذهنيه الانسانيه الان صارت اكثر خبره واكثر تطورا من الذهنيه التي كانت في العصور الماضيه، بدات تطرح امور لم تكن تطرح فيما سبق، وهذا لعل من ابرز مصادقه الجوانب الحقوقيه مثلا. لقائل أن أي يقول وأي ربط للأمور الحقوقية التي ترتبط بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحقوق الجماد وحقوق البيئة إلى ما هنالك هذا اللسان الحقوقي الذي صار الآن ثقافة عالمية أي ربط له بموضوعنا وأي تهديد له على فكرة وجود الإله وفكرة وجود الدين أقول كلا من هذا اللسان الحقوقي تنتقد الاديان بانها ليست موافقه للحقوق لحقوق الانسان ليست عادله مثلا وبالتالي لا يمكن ان تكون اديانا الهيه الا اذا نسبنا الى الله والعياذ بالله او الى الصانع انه شرير ظالم مثلا مثل هذا الطرح ما كان بهذه القوه يطرح في العصور السابقه فاذا بسبب هذين العاملين ظهرت كثير من الاشكالات المستجده على المبادئ الدينيه على فكره وجود الدين وتحديات ضخمه صارت في معترك فكري حضاري هائل لأننا صرنا نستصحب كثيرا من علم الكلام القديم بأبجدياته إنجاز التعبير فإنا صرنا نضعف شيئا ما أمام هذه التحديات المستجدة ولذا لا بد من تجديد علم الكلام وتنقيحه وتهذيبه بما يجعله قادرا على صد هذه الموجات الفكرية التي تهدد الفكر الديني ومهما برعنا أيضا في زماننا فإنه بعد خمسمائة سنة لا شك أن تحديات أخرى لعلها تطرأ ومن ثم يحتاج علم الكلام أيضا وإن برعنا فيه في زماننا ورددنا كل إشكال يمكن أن يطرح لا شك أنه بعد سنوات نحتاج إلى تجديد اخر. لذا فان علم الكلام مهم جدا. ولعلكم تعلمون ان خطر الالحاد مثلا الان من اكثر الاخطار التي تتهدد يعني شباب المسلمين خاصه من ابناء الفرقه البكريه لانهم غير محصنين كما هو الحال عند ابناء يعني الشيعة او اتباع اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فانهم من حيث الاجمال اكثر حصانة. ولذا فان شروعنا بهذه الدروس من جديد في هذه الدورة الثانية نامل ان شاء الله تعالى ان نتمكن من ان نجدد ما استطعنا وننقح ما استطعنا وان نتتبع اخر ما توصل اليه المعسكر اللاديني المعسكر الالحادي والمعسكر الذي يطرح فلسفات جديده لا تجد يعني هذه الفلسفات تنتهي الى انه لا حاجه اصلا لوجود الاديان فنحاول ان نتتبع اخر ما توصلوا اليه ايضا ونجيب عليه من رؤيتنا التي تنطلق من العقل الحصيف ومن كتاب الله تبارك وبالاستنارة خلينا نقول هكذا وبالاستنارة بكتاب الله وسنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا هذا هو تعريف العلامة الحلي وقلنا إنا لن نطيل الكلام في ذكر كثير من التعاريف فنذكر فورا تعريفنا الذي صغناه علم الكلام عندنا هو علم يتكفل باستكشاف وتنقيح العقائد الدينية المنجية. علم الكلام هو علم يتكفل باستكشاف وتنقيح العقائد الدينية المنجية وما تتوقع قف عليه عقلا ونقلا حاولنا من خلال هذا التعريف أن نجمع وصفا وصف علم الكلام وغاية وموضوعه وغايته حاولنا هكذا، وأن نتدارك ما فات حتى مثل العلامة الحلي. فلذلك قلنا: علم يتكفل باستكشاف، لأنه يعني من خلال النظر أنت تستكشف تتوصل إلى الحقيقة، إلى حقيقة ما. علم يتكفل باستكشاف ثم وتنقيح كثير من الحقائق تشوبها شوائب، تحيط بها امور قد تصرفك عن هذه الحقيقه الى غيرها مما يشابهها، لما سميت الشبهه شبهه؟ لانها تشبه الحق مثلا فأنت تحتاج في المرحلة الثانية إلى ماذا؟ إلى تنقيح تنقح علم يتكفل باستكشاف وتنقيح العقائد الدينية أي عقائد دينية؟ كلا العقائد الدينية المنجية التي يمكن أن تنجيك وما تتوقع يتوقف عليه لان هذه العقائد اثباتها استكشافها وتنقيحها واثباتها يتوقف على امور منها ما هو عقلي ومنها ما هو نقلي وبهذا نفترق عن الفلسفه بهذا نفترق عن الفلسفه. إن سلمنا جدلا أن الفلسفة علم، وبالمناسبة هنا أذكر بين قوسين الآن الرأي، أحسنتم، الرأي الذي انتهت إليه المجامع العلمية الغربية أن الفلسفة ليست علما، ذوق. ذوق لا أكثر. سابقا كانت كان يعدل كانت تعد الفلسفه علما والسبب هو ماذا؟ تطور العلم كشف ان الفلسفه غير ذات موضوع الفلسفة انتهت إلى نتائج خاطئة كثيرة وليس لها مباني يمكن الاتفاق عليها لا يمكن تبحث الفلسفة في الوجود المفروض هذه غايتها وفي العله يعني اصل اصل هاي الفلسفه كلها تدور على ماذا على تعليل الاشياء تعليل الموجودات وصولا الى حقيقه الوجود والى حقيقه المبدا فشلت الفلسفه المشكله عندنا فلسفه مسخ وهي التي تسمى في الاصطلاح عندنا تسمى ماذا الفلسفه الاسلاميه على اساس هي فلسفه شنو اسلاميه طيب ان سلمنا انها علم وليست بعلم مجموعة من التخرصات التي تبدا من بعض المعطيات او المبادئ العقلية الصحيحة، لكنها في جريانها تنتقل من طور هذه المبادئ العقلية الصحيحة إلى مجموعة من التخرصات والخيالات لتنتهي إلى نتائج اي أحسنتم ذوقية استحسانية نتائج خيالية أصلا هرائية بالكامل فنقول لو سلمنا ان الفلسفه هذه التي يطلقون عليها انها فلسفه اسلاميه هي علم صحيح، لنفرض انها علم، فما الذي يميز علم الكلام عن هذا العلم؟ ما الذي يميزه؟ لان هنالك تداخلا كثير مما نبحثه سترون ان كثيرا مما نبحثه في علم الكلام يبحث ايضا في الفلسفه هذه التي يسمونها فلسفه او فلسفه اسلاميه. ما الذي يفرقنا علم الكلام يضع لنفسه سقفا هو اي سقف احسنتم سقف النص اي النقل النقل الصحيح لا يخرج العقل يوسع نطاق العقل عما ليس من خصوصياته العقل حجه في امور في نطاق محدود سيتبين فيما بعد حين تخرجه عن هذا النطاق وتقول ان للعقل ان يستقل في كثير من الامور في استكشاف وفي استنباط كثير من الامور خارج هذا النطاق صار الامر تخرصا لانهم اخرجوا العقل عن وظيفته الحقيقيه كمن يحمل حملاً زائداً على كاهل امرئ يعني فوق حملة ما مي يشيله أصلاً شي صير ينكسر ظهره يصير ما له نفع أصلاً بعد خلاص بعد ما يقدر يشيل ولا شيء هو هذا العقل ما لهم صار ما يشيل ولا شيء بعد خلاص صار مو عقل صار جنون يصدمون النصوص الدينية مثلاً يصدمونها بماذا؟ بما يسمونه العقل وليس بعقل لما تنقح تكتشف أنه ليس عقلاً تدخل في خارجي أو اجتياز لخارج حدود العقل فهذا ما يفرقنا في علم الكلام عن علم الفلسفة من أهم الفوارق هو هذا ولذا قلنا وما تتوقف عليه أي تتوقف هذه العقائد الدينية المنجية ما تتوقف عليه عقلا ونقلا النقل ايضا ماذا يقيدنا؟ النصوص الدينيه تقيدنا في علم الكلام فنحترم انفسنا ونحترم عقولنا ايضا الذي للعلم يجور على النص الديني بزعم عقله ان عقله يقول له هذا النص الديني مثلا غير مقبول أو يؤوله أو يتصرف فيه أو يتلاعب فيه هذا لم يحترم عقله أصلا وهذا كله إن شاء الله يظهر ويبين في الدروس المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدام.